انا بس في كام نقطه هقول لك، بس احنا قلنا نلحقه لانه عنده ماتش بكره، وهو يعني ايه فرق قوي مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. هداف الدوري، مش عارف مين هداف الدوري السنه اللي فاتت؟ ما انا ما كنتش موجود السنه اللي فاتت. موجود السنه اللي فاتت السنه ايه؟ اللي فاتت دي السنه اللي خدتوا فيها الدوري دي، السنه اللي فاتت الدوري اللي فات وسام، ده، وسام ابو علي يا عم الحاج، وسام اه وسام وعنده عنده ما انت بتقول لي ماتش عنده بكره ماتش كده. بكره مع منتخب فلسطين. فلسطين. كابتن اسامه ابو علي، مساء الفل عليك. جمان يا مان، جمان. جمان جمان. لا ترجمولي وانا مش عارف. عامل ايه يا جمون دي كابتن؟ كلمه بالدنماركيه زي صباح الخير كده. جمان جمون جمون. ما هو دنماركي. ازيك يا اسام؟ الحمد لله يا كابتن، انت ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، مبروك على الموسم الجميل يا اسام الحقيقه، والافتتاحيه الرائعه للموسم الجديد يا اسام. الله يبارك فيك يا كابتن، شكرا شكرا. طيب بس قول تاني. يا اخويا عامل ايه؟ عامل ايه؟ نور الشاشه ان شاء الله. حبيبي وحشني والله. والله انت واحد امام، لو مش هتكلم كويس ما عادي ما تتكلمش. هو جت ما بيعرفش يتكلم عربي يا جماعه. ليه ما بيتكلم ما عربي؟ بيعرفش والله، ده هو كده خفيف كده. لا لا بيتكلم عربي احسن منك، ما تبوظناش الزبون يعني. عامل ايه؟ طمنا عليك في المنتخب. الحمد لله متابع كويس. الماتش بكره ان شاء الله. ان شاء عندكم الله مين يا بكره ربنا يا معانا نكسب. الماتش بكره مع مع مين؟ عمان. مع عمان. بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفقكم. وسام بتلعب وراك امام لعيب مهم جدا، هداف الدوري. قول لي التفاهم اللي بينك وبين امام، ايه اللي بيميز امام عاشور؟ ايه اللي فارق امام عاشور والتفاهم اللي بينك وبينه؟ كابتن بوز، امام في حاجات كتير، بس طبعا يعني زي ما شفنا الاسبوع الماضي احسن لعيب في مصر، وانا طلعت قلت قبل اخر مره كنت معاك لو انت بتفتكر. نعم. بص، امام من اي ثانيه بيخلق لك جول، لإلك او لزميلك او لاي حد، يعني الكوره برجليه اي منافس بيعرف الكلام ده. وغير كده يعني انا مش عايز اتكلم عن امام لعيب الكوره دلوقتي، يقول لك الشخصيه ما شاء الله من اول ما دخلت النادي معاي زي العسل والله. والله بيحترمني قوي وبيساعدني وكل يعني اي وقت وسام عايش فيه. انا بفتكر قبل الماتش اللي انا لعبت فيه في غانا، نعم، مش بفتكر مع مين، مدياما، انا اكلت ضربي. ايوه بالظبط، انا اكلت ضربي في التمرين وكنت راجع من اصابه خلفيه. ايوه، اول واحد يدخل لي ويكلمني كويس ويقول لي ان شاء الله خير وهسافر بكره وتنزل وتلعب ماتش كويس هو امام. نعم، وكان عنده ماتش وكان هيروح ويلعب دي بتواجه امام انه بيفكر بزمايله بريه الملعب اكثر من بيفكر بنفسه. نقدر نقول عليه انه حد طيب، قلبه طيب. امام حبوب اصلا، شخصيه هيك حبوبه وعشان هيك عنده جمهوريه كبيره اصلا. حلوه الجمهوريه دي. والله الحمد لله يعني. طيب اهم ما يميز امام في الملعب، يعني بيفهمك بالعين بالنظره التحرك، لانه شغلك كله على امام، على قفشه، على الاطراف. التفاهم بينك وبين امام ازاي في الملعب؟ بص، هو الكوره الواحد باخد قرار في ثانيه. نعم. مرات انا باجي يمين وامام بيروح شمال، ودي بتحصل في اكبر انديه في الدنيا كلها. نعم. بس انا بعرف كل ما الكوره تكون مع امام انا هاجري في حته، الله اعلم تجي لي الكوره ممكن نروح انفراد. نعم. بس الميزه اللي بحبها في امام في الملعب هو معاه الكوره هيلاقي حل، هو هيلاقي حل، ولو ما فيش حل هيروح اثنين ثلاثه واحنا كلنا عارفين. ايوه. وبحب كمان برضه بيكلمني كتير في الملعب، بيقول لي وسام في الحته دي افضل 1 2 معايا هنا اجري كده. وزي ما الناس شايفين الصراحه يعني احنا لعبنا ماتشات كتير مع بعض في الضغط، احنا الحمد لله يعني كسرنا الدنيا اخر موسم. انا سمعت ناس كتير بتتكلم علي وعلى ضغطي وكده، بس من دون يعني لعيب زي امام كده نضغط على الدفاعيه مش الدنيا هتكون صعبه. فبرضه لازم الواحد يشكره على التعب اللي هو بيعمله الدفاع الصراحه. امام، ايه اللي بيميز وسام؟ يعني وسام في نص موسم ياخد هداف الدوري، انت صنعت له اهداف، الشحات، طاهر، بيرسي، رضا، قفشه، كلكم بلا استثناء، لكن انت لانه زي ما بيقول كده انتم مرتبطين ببعض في الملعب، انت تروح يمين وتروح شمال او العكس او ايه اللي فارق مع وسام
وايه اللي بيريحك في لعبه؟ لا طبعا يا كابتن وسام من اللعيبه الجامده جدا اللي لعبت معاها. نعم. دايما يا كابتن انا بحب العب لما يبقى في سترايكر قدامي بيفهمني من نظره. ايوه. هو وسام كده. وسام وكهربا كده الاثنين. نعم. بس وسام عنده الحته اللي هي الاولى السبرنت بتاعه الاول بيفرق عن اي حد. فانا وسام بفهمه من النظره يا كابتن يعني. وبعدين وسام من نوع لو هو جاله مثلا اربع فرص ممكن يجيب سته مش اربعه. ايوه. نعم. ما شاء الله عليه طبعا. انا بشكره طبعا على الكلام اللي قاله عليا. وربنا يكرمك طبعا ان شاء الله بكره في الماتش وتجيب سوبر هاتريك ان شاء الله. ويوفقك معانا ان شاء الله. ربنا يكرمك معانا ان شاء الله وتاخد هداف الموسم السنه دي. قلت ايه لامام بعد الهدف اللي جابه في العين يا وسام وشفت هدفه في العين عامل ازاي؟ بصراحه كابتن اقول لك الجول ده جول جميل جول فرقه. نعم. بس اول ما انا شفت اول ما انا لفيت بالكوره وبصيت لطاهر انا حسيت انا اخدت قرار غلط اصلا. اول ما بصيت اول ما بصيت لطاهر انا شفت على الشمال شفت الملعب فاضي نص ملعب لوحده. فربنا كرمه وجات الكوره من طاهر كويس. قبل اليوم بالتمرين انا زي ما امام قال بتشتغل الكاميرا نتمرن. جاب جول شبهه في التمرين. في التمرين. يوم. يعني جول من احلى الجول انا شايفها. يعني ربنا معاه الحمد لله وانا مبسوط ليه كتير كتير بعد الفتره اللي كنا فيها ودخلت الماتشات وماتشين زمالك والحاجات دي. ماتش العين ده كان نفس كويس لينا كلنا ومبسوط جدا ان امام سجل جول وعمل ماتش حلو كمان قوي 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 عمل ماتش قوي يعني ده كمان حاجه مهمه جدا غير الجول. امام كنت حاسس ان وسام ممكن ياخد هداف الدوري نص موسم وقت صعب لسه جاي جديد ما تاقلمش مع الفرقه وامتى بقى حسيت انه لا ده الدنيا ماشيه وممكن فعلا يكمل كده؟ لا دلوقتي يا كابتن في لما احنا عرفنا وسام وسام قادر على كل حاجه بصراحه والله ربنا يحميه طبعا ويكتر من اجوانه طبعا يا رب. لكن قبل ما يجي طبعا يعني كانت صعب جدا ان يجي في نص موسم وياخد هداف الدوري. صحيح. بس لما الواحد بيلعب مع وسام او بيتعرف على وسام اكتر يقول ان وسام يقدر يبقى هداف الدوري. ايه اهم اللي بيميزه جوه ال 18؟ ان هو كابتن اي كوره قدامه يعني اي كوره قدام الجون او في ال 18 هو عايز يجيب يعني كل همه ان هو يجيب اجوان. نعم. طماع على الجون يعني طماع مش كلمه يعني مش كلمه وحشه. لا بالعكس المهاجم الطماع ده مهم جدا. لا ما تفهمش غلط. لا طماع يعني بتحب تجيب اجوان قوي دي ميزه حلوه فيك. انا بعرف افهمها لك لما تيجي. طيب وسام الموسم ده يعني السنه اللي فاتت ما شاء الله كل البطولات من فضل الله سبحانه وتعالى. الموسم ده شايفه صعب اصعب من السنه اللي فاتت. الدوري سريع جدا جدا. الاهلي مش مشارك في بطوله كاس مصر. عندنا بطوله افريقيا. عندنا كاس التحدي. عندنا كتير من التحديات. شايف الموسم عامل ازاي يا وسام؟ كابتن طبعا ضغط ماتشات كتير وبطولات كتير. بس انا بصراحه انا جديد في الموضوع ده وفي حياتي بلعب ولا ماتشات ولا بطولات. فطبعا تعب وانا هقول لك اكيد يعني. نعم. كل موسم هيكون اصعب من الثاني. ده صحيح. الفرقه هتتعرف عليك كلاعب وكفرقه فهقول لك كلمه هقول لك احنا النادي الاهلي والنادي الاهلي الصراحه انا حسيت الفتره الاخيره انه بيلاقي حل باي موقف بيكون موجود. بيلاقي حل. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي ندخلها واللعيبه كلها امام وانا والفرقه كلها ان شاء الله نتوفق باي ماتش من دلوقتي ان شاء الله. امام دلوقتي بيتردد ان وسام عنده عقد خارجي واحتراف. هو طلع معانا من كام يوم في الحفله بتاعه دير جيست وقال والله يا جماعه انا موجود في النادي الاهلي. انت شايف انه استمراره في النادي الاهلي ولا احترافه خاصه ان هو دلوقتي بقى من الناس اللي بتعشقهم جماهير النادي الاهلي؟ لا طبعا انا كواحد من اللعيبه طبعا اكيد عايز وسام معانا على طول. نعم. بس ده مستقبله برضو. ده قراره الاول والاخير. نعم. بس احنا احنا بنحبك يا وسام طبعا.
اللعيبه كلها بصراحه بتحبه وعايزينه طبعا يكمل معانا ان شاء الله. وسام، هل فعلا في اي عقود؟ هل في انت بتفكر في الاحتراف الخارجي؟ كابتن بوز، انت عارف الكوره عامله ايه بالظبط. نعم. والحمد لله الواحد لما الدنيا تمشي معاه هيكون في كلام كتير. نعم. بس انا ولا كلمت مع حد ولا حد كلمني شخصيا، ومش هتكلم بالموضوع كتير. يعني انا موجود في النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يعني ربنا يوفقنا ونكسب البطولات اللي جاي. نعم. وانا يعني انا ايام المنتخب مركز على الماتش اللي جاي، ولما اجي مع الاهلي ان شاء الله بخير ونلعب الماتشات. يعني مفيش اي تفكير بالطريقه دي. انا لي هنا موسم ونص موسم يعني، ولسه ما شفتش اي حاجه في النادي الاهلي. حلم ان الواحد يعمل تاريخ حلو في النادي الاهلي، وده شرف ليا اكون موجود في النادي الاهلي. حبيبي يا وسام، وتحياتنا للمنتخب الفدائيين، وتمنياتنا لكم بالتوفيق يا رب ان شاء الله. طبعا انتوا وعمان يعني منتخبين اخوه بالنسبه لنا، لكنه طبعا بالنسبه لك بنتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح. المنتخب الفلسطيني بيلاقي تعاطف من كل الناس الحقيقه، لان انتوا فعلا فدائيين بجد يا وسام. شكرا يا كابتن، شكرا جدا. امام، شو رايك بالعربي النهارده؟ كويس؟ كويس. لما تجيلي. شكرا يا وسام، بشكرك شكرا جزيلا. لعيب مكسب طبعا، مهم، لعيب فرق كتير جدا مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. طبعا يا كابتن وسام، بارك كرة من الشخصيات اللي تحب تتعامل معاها. ابيض خالص يا كابتن، ما يعرفش اي حاجه في حياته. والله والله. اي حاجه بيعوزها بيجي لاي لعيب فينا، ده ايه وده ايه، اعمل ايه، طب لما امشي من هنا ايه اللي يحصل. والله العظيم والله ده ما يعرفش اي حاجه كابتن خالص. يعني طيب، جوه الكوره طبعا كلنا شايفين يعني ما شاء الله. في نص موسم قدر ياخد هداف الدوري. لعيب كبير طبعا، بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمه بكره ان شاء الله في الماتش. بس انا عارف كمان انت ابيض جدا يعني من جواك. اللي يعرفني قوي جدا. اللي يعرفك يعرف ان انت ابيض وطيب. انا كنت طبعا زعلان منك زمان، لكنه انا مش فاكر ايه الموقف الانساني اللي انت عملته الحقيقه، بحاول افتكره. وانا طلعت على الهواء قلت لا كده صافي يا لبن الدنيا تمام. بس خليني ارجع تاني، لانه القصص دي مهمه جدا للجمهور، لان دي شهاده للتاريخ يعني. فكلام الكابتن خطيب مش عايزك تخسر جمهور الزمالك، انت مشيت بالنصيحه؟ اه طبعا. هات لي اي حاجه دلوقتي يا كابتن حصلت مني تستفز اي حد غير ان انا بكسب مع فرقتي وبفرح مع فرقتي. مفيش. انا طول الماتش اللي فات السوبر يعني، لو حضرتك كنت في الاستاد اكيد كنت في الاستاد. لا، ماتش السوبر المصري مش موجود، ما اقدرش يعني. انا الزمالك بالنسبه لي صح. هم قاموا بالواجب يعني، بس كده بالعافيه. قاموا بالواجب. جمهور نادي الزمالك طبعا، ويعني قالوا حاجات ما ينفعش تتقال. بس يعني انا مقدرهم يعني. انا عارف هم ليه بيقولوا كده. انا عارف ليه هم بيقولوا كده، بس مش هينفع اقول يعني ليه. ما انا عشان كده ما قلتلكش ليه. ايوه. هل بيحصل حوارات بينك وبين لعيبه نادي الزمالك؟ كانوا زملائك في الملعب اصحابي يا كابتن، كلهم اصحابك؟ كلهم اصحابي. كلهم اصحابي. انا ساعه اصابتي الاخيره والموقف اللي حصل امبارح، انا ناس كتير كلمتني من النادي. منهم شيكابالا؟ لا. علاقتك مقطوعه بشيكابالا الفتره دي؟ ما فيش كلام. حصل خلاف؟ حصل مشكله؟ ما فيش اي حاجه والله يا كابتن. خالص. الاطلاق يعني. الحوار اللي دار بينك وبين شيكابالا في مباراه نهائي الكاس، واللي البعض فسره والبعض قاله، انت اكتر واحد ممكن عايز تحكيه احكيه، مش عايز احكيه؟ لا عادي احكيه. مفيش والله كابتن. كان الكوره اللي هي اللي جه اتكلم معايا فيها، كان هو اصلا كان في كوره ليهم الاول، كانت كورنا ليهم، وانا كنت راجع على ال 18، هو كان واقف على ال 18. فهو بص لي وانا بصيت له، بيقول انا زعلان منك. قلت له ليه يا كابتن انت زعلان مني ليه؟ قال لي عشان بكلمك وانت ما بتردش. لا، كان في واحده قبل دي يا كابتن. كانت في لقطه قبل دي. هي ما جاتش. كانت الجون الناحيه الثانيه. نعم. قال لي انا زعلان منك. قلت له طب انت زعلان مني ليه؟ قال لي عشان بكلمك وانت ما ردتش. قلت له يا كابتن لا، وانا كلمتك كذا مره وانت ما ردتش عليا. هو ده اللي حصل في الكوره دي. كان دونجا طول الماتش كان عمال يضرب فيا. فبعدين لما انا جريت بيها وعديت عديت بيها وكده، فبعدين انا قمت له، فببصيت لقيت شيكابالا واقف. قلت له خلي بالك عشان هديله الانذار الثاني وهطرده. ده اللي حصل يعني. حطيت ده اللي حصل. ده اللي حصل والله.
قام جاي هتخليه ياخد الانذار الثاني ويضطر. قلت له والله قلت له كده، قلت له شوف دونجا. ساعتها هو بص لي وضحك قام قايل له قوم يا دونجا. بس ده الموضوع اللي حصل بالظبط ده هنا. الفيلم اللي اتعمل والله ده اللي حصل وعشنا عليه فتره. بالظبط والله ده دونجا اللي حصل. بيضرب فيا وانا هخليه ياخد الانذار الثاني وهيضطر. قلت له انا ساعتها قلت له يا كابتن في اللقطه دي، قلت له يا كابتن هو خلي بالك عشان هديله الانذار الثاني وهطرده. فهو بص لي ساعتها ضحك لي يعني، وبعد كده ما قال له قوم يا دونجا. ده الموضوع وخلص. ده الموضوع اللي حصل. هو ايه المشكله بينك وبين دونجا؟ الناس مش فاهمها. مش مشاكل والله خالص. بس انا ما اعتقدش اللي مكتوب ده على لسانه اللي بتنشر النهارده على السوشيال ميديا فيه كلام. انا ما اعتقدش يعني. لكنه ايه المشكله يعني؟ هل انت اتريقت عليه بعد الموضوع بتاعه او قلت حاجه ولا محتاجه ولا لا الكلام؟ خالص خالص يا ابني، انا طلعت بعد الماتش. طبعا انا كنت زعلان جدا. كنت زعلان؟ طبعا كنت زعلان جدا. اصل في الاول والاخر، في الاول والاخر يا كابتن احنا اخوات. نعم. اخوات بره الكوره احنا اخوات. انا ممكن احط نفسي مكانه في يوم من الايام. صحيح. فانا ما ارضاش على نفسي. مش هرضاه عليه. نعم. فانا ساعتها طلعت لما كنت طالع مش فاكر في قناه ايه، طلعت اتكلمت. طبعا قلت لهم ان شاء الله ربنا يعديكم اللي انتوا فيه. وان شاء الله ترجعوا مع فرقكم وتلحقوا فرقكم. ده اللي حصل مني. لكن انا ما طلعتش طبعا ولا قلت حاجه ولا نزلت خالص حاجه على الاطلاق ولا في اي حاجه. خالص. موضوع انا ودونجا اصلا، انا ودونجا انا كابتن عارف دونجا من زمان اصلا يعني، انا ودونجا اصحاب من زمان اصلا. حتى في الدورات لما كنا بنلعب ضد بعض، لان احنا جينا في الاخر لعبنا مع بعض. فكنا بنلعب ضد بعض وكنا بنضرب بعض برضو في الملعب وخناقات وكده. لكن ما فيش اي خلافات ما بيني وبين دونجا خالص طبعا. لا 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 على خالص الاطلاق خالص يعني. يا كابتن. طيب نروح بقى لدخولك النادي الاهلي. امير خلص وقعت، ما قابلتش حد من كبار المسؤولين في النادي الاهلي. انت بتقولي اول مره قابل الكابتن خطيب كان في معسكر بتاع النمسا. ما حصلش لقاء. لكنه الاول تقدمتك للنادي الاهلي، تقدمت للنادي الاهلي ليك مين صاحب الفكره وعجبتها هي عملت رد فعل كويس قوي؟ احكي لي شويه. كان مين؟ مش فاكره يا كابتن قوي. مش حد تبعك؟ لا مش حد ده تبعي. النادي لا الاهلي. كان النادي الاهلي. يبقى المركز الاعلامي في النادي الاهلي. تمام. استاذ جمال جبر. كويس طبعا. استاذ جمال جبر كانت فكرته طبعا. بصراحه يعني التقديمه كانت عجباني جدا. حتى كان في حاجات قلت لهم يعني انا عايز اعملها وكده. وهم كانوا اتنين اصلا كابتن. كانت في تقديمه اولى وفي تقديمه ثانيه. مظبوط. الثانيه ما اتذاعتش. الثانيه ما اتذاعتش؟ لا لا هي الاولى بس فعلا. هي الاولى بس اللي اتقدمت. وكانت لا حلوه جابوا واحد بصراحه. زيك في الاستاد. بالظبط. ما كنتش انت؟ لا مش انا والله. ما ينفعش اصلا في وسط الالاف دي ما ينفعش. لا ما كنتش انا. لكن التقديمه دي ادتك حته ثقه في البدايه انك الاهلي بيقدمك بالشكل ده؟ اكيد طبعا يا كابتن. في الاول كان في شويه كده، شويه توتر كده. بس يعني انا فضلت اول اسبوع او اسبوعين ما كنتش مع الفرقه عشان كنت مصاب. كنت مصاب كنت بتعالج. بس مسافه ما شفت اللعيبه طبعا واتمرنت معاهم اول تمرينه، وانا حسيت ان انا بلعب معاهم من زمان والله. والله ما فيش حد يعني اثر معايا في اي حاجه. من اصغر لعيب في الفرقه لاكبر لعيب في الفرقه. بصراحه الناس استقبلوني استقبال كويس جدا. اللعيبه كلها حسسوني ان انا معاهم من خمس من زمان. ست سنين. الحمد لله يعني. ساعتها ربنا بقى كرمني ودخلت معاهم على طول. صحيح. المشكله اللي حصلت قبلها والحدوته والهتافات و و و وناس في البدايه كانوا غضبانين وزعلانين من امام عاشور، هل حد من النادي الاهلي كلمك على الموضوع ده وانك تطلع تقول كلمتين تقول حاجه، ولا ده ما كانش موجود خالص؟ لا لا ما كانش موجود خالص يا كابتن. و طبعا يعني هو انا غلطت طبعا. انا كابتن انا صريح جدا مع نفسي. جميل. انا غلطت طبعا. وللامانه انت اعتذرت. انا اعتذرت قلت كتير حتى قوي كابتن. يعني من كام حلقه اول مره اقول انه امام بعت لي واعتذر لي اكتر. كلمت حضرتك كتير يا كابتن. وانا ما ردتش عليا. كنت زعلان. ده صحيح. نعم. طبعا انا غلطت واتاسفت كذا مره. والناس بصراحه يعني بيتعاملوا معايا مجلس اداره طبعا اشكرهم كلهم. الناس مش محسين باي حاجه حصلت من غلط كان ليا. ومفيش اي حاجه يعني. طيب حلو. ده امر عدى على خير. استقبال بقى جمهور الاهلي ليك رعب. والحب رعب. احكي لي. رعب والله. لا طبعا انا يمكن اول ماتش زي الصوره اللي كانت موجوده. نعم.
ده كان اول ماتش ليا، كان تدويك النادي الاهلي بالدوري. أي. كنت انا في المدرجات. لا رعب يا كابتن، رعب رعب. رعب صراحه. المنظر كان جميل قوي، وهم بينادوا عليا يعني يا بخت اللي جمهور النادي الاهلي يحبه طبعا. يا بخت جمهور النادي الاهلي يحبه طبعا. الصله والعلاقه اللي بقت غير عاديه بينك وبين جمهور النادي الاهلي، وكانك بقالك 20 سنه في النادي الاهلي. كابتن والله يعني انا دايما بحمد ربنا على القبول. القبول حلو طبعا. انت بتقول حاجات حلوه قوي النهارده. والله القبول ده ايه العقل ده؟ ايه العقل ده يا ناس؟ ما شاء الله. القبول يا كابتن مش بالسهل. يعني ان انا اشوف واحد واحبه بسرعه ده مش سهل. فزي ما هم حبوني انا حبيتهم طبعا. فعلا طبعا. من اول يوم ليا في النادي الاهلي، ومن اول هتاف نادوا على امام في المدرج على امام. لا الناس دي بصراحه رعب زي ما انا قلت لها يا كابتن. ايه الهتاف اللي بتحبه قوي من جمهور النادي الاهلي؟ غير عندي غزاله. ده انت اللي بتغنيه ده لسه هنتكلم في الغزاله دي جت ازاي. في بتاعت التالتة شمال، وبتاعت جرب تدخل الاستاد. ده بتحب رعب. غنوها في ماتش العين يا كابتن قبل ما اجيب الجون. وبتاعت التالتة شمال واحنا نازلين، حاجة جسمه جسمه بيقشعر بصراحة. ده بيجننك. بصراحة بيفرق معاك طبعا طبعا. طب ايه الهتاف المحبب ليك بقى اللي جمهور الاهلي بيهتفه لك؟ بيهتفه لي. يعني انا مثلا كانوا يقولوا ايه احسن جول في مصر؟ شوبير هو الاصل. سرقها مني مصطفى. ماشي خلاص. لا مش هينفع نتكلم على اوفا. ليه؟ لا ما ينفعش. بعدين يقول لي دلوقتي يقول لي تاخر بقى خلاص، مش هتاخد زمنك وزمن غيرك. في هتاف معين بتهتف لامام انت بتحبه؟ في هتافات كتير هم بيغنوا لي هتافات كتير يعني. بتبقى فرحان بيها طبعًا كلها من طبعًا اول لاخر. طبعا. قبل ما اروح لفاصل اهو يلا سمعونا. انا ناوي انا غاوي انا غاوي انا غاوي انا غاوي مع عصر اهلي. بتحب الهتاف؟ خلاص هو بقى العلامه التريد مارك بتاعت امام عاشور. كهربا، تحب تتكلم دلوقتي ولا نتكلم بعد الفاصل؟ براحتك يا كابتن. لا نكمل كهربا. ناس كتيره جدا قالوا انه كهربا كان هو السبب الرئيسي في انضمامك للنادي الاهلي. هل كلمته لما كلموك في النادي الاهلي؟ وانا عارف ان علاقتك اصلا بكهربا كويسه. بص يا كابتن، علاقتي انا وكهربا يعني انا وكهربا ما شفتش كهربا قبل كده، ولا كهربا شافني غير في ماتش الاهلي والزمالك. انت بتهزر؟ والله يعني ما كانش. ده الناس قالوا هو اللي كلمك وهو اللي فاضل. هو اللي مكلمني وهو اللي ظبط لك. ما حصلش خالص؟ خالص والله، ولا اي حاجه والله. ما شفتوش غير في ماتش الاهلي والزمالك بس. كان ماتش كنا بنلعب النادي الاهلي. وشفته. كنت بتلعب في الزمالك ساعتها. وشفته كان في لقطه اتكلمنا مع بعض فيها. كنا بنتكلم اصلا بره الكوره. بتتكلم جد؟ والله العظيم. انتوا في الماتش بتتكلموا بره الكوره؟ والله كنا بنتكلم على حاجه بره الكوره، كان اللاعب واقف وساعتها انا وهو كنا بنتكلم في حاجه بره الكوره. حلو. ده اللي حصل. يعني اصلا ما فيش اي حاجه. والله يا كابتن ولا قال لي حاجه، حتى ساعه لما استاذ امير توفيق كلمني. ولا يعني كهربا كلمني لما خلاص خلصت. في كذا لعيب طبعا كلموني. من ضمنهم كهربا. كان الامور اتعرفت بالظبط. وكهربا قال لي احنا مستنيينك والفرقه كلها مستنياك. وترجع لنا ان شاء الله، وترجع من الاصابه وتخش معانا. مسهل لي الدنيا بصراحه كلها يا كابتن. مسهل لك الدنيا بصراحه كهربا؟ بصراحه. رغم انت بتقول ما شفتوش. ما والله ما في اي حاجه. ده انت بتقول لي مفاجآت. ما قابلتوش قبل كده يا كابتن بره الملعب، ولا اتصال تليفوني والله ولا اي حاجه. يا نهار ابيض. والله. طب. بس دلوقتي ما ينفعش هو يعدي يوم من غير ما يكلمني. ما ينفعش. لا طبعا خالص خالص. سهل لك الامور جوه النادي الاهلي بالظبط يا كابتن. بعد ما مضيت. لما دخلت بقى النادي وكده. وكان اول تمرين ليا كان هو من اول المستقبل اهو. ده خلاص بقى كل العلاقه اللي خلاص بقى بقينا نفهم بعض. اللي جبته ولا هو اللي جابه؟ ده جوني في نادي الزمالك يا كابتن. ده في السوبر. حلو. نفسي اعرف الاحتفال ده. هو اللي قال لي عليه والله. مش فاهم. انتوا بتتفقوا على الاحتفال قبلها؟ هو كان قايل لي هنعمل كده، بس انا مش فاهم لحد دلوقتي.
خلاص. بص حتى انا واقف انا مش عارف اعمل ايه. انت بتقلد وخلاص. انا بعمل زيه. صور كهربا جميل، بني ادم جميل. مش شخصيات يا كابتن اللي تحبها من بصه كده بس يا كابتن. والله قلب ابيض جدا. يمكن كل الكلام اللي بتقال عليه ده مش هو خالص، مش شخصيه كهربا. انسان تحب تقعد معاه، تحب تتكلم معاه، دايما واقف في ظهر كل اللعيبه مش امام بس. والله والله من اللعيبه الصغيره اللي بيطلعوا معانا لحد اللعيبه الكبيره، دايما واقف لو في اي حاجه هو معانا. ما بيسيبش اللعيبه خالص يا كابتن بصراحه. يعني انا عرفت ان في الازمه الاخيره يعني كان ليك دور خلاني اعيط. والله والله اساله ايه اللي حصل. عيطت ساعتها والله. ساعه القرار. ساعتها وهو ماشي. وهو ماشي طبعا حطيت نفسي مكانه. ان انا ابقى مع الفرقه و يعني كان موقف بكيت. صعب بصراحه علينا كلنا بصراحه. شفت انا يعني ما قدرتش اشوفه هو ماشي كده قدامنا، وكنتش عارف يعني ما كانش في ايدينا حاجه نعملها خلاص. بس حاولتوا مع الكابتن. حاولنا طبعا الفرقه كلها. الفرقه كلها كابتن اتكلمنا طبعا، بس خلاص كان الكابتن محمد رمضان خد القرار. بس كان قرار صح. صح طبعا. كان صح طبعا. طب تعال نسكت ثانية. حاضر. احنا لخصناها تقريبا، ورغم ان الصداقة قريبة بس بالفعل بقت صداقة عمر يا امام. طبعا يا كابتن. طبعا انا يمكن يا بخته زي ما قلتها قبل كده، يا بخته اللي صاحبه كهربا. فعلا؟ والله يا كابتن. جدع؟ جدا. جدا يا كابتن، سواء بره الملعب او جوه الملعب. انا كابتن بقول لك احنا دلوقتي ما ينفعش يوم يعدي من غير ما انا اكلمه او هو يكلمني. ساعات بكلمه وهو ما بيردش بس بيكلمني على طول. كلمته النهارده؟ مكلمه قبل ما ادخل الحلقه، كان بيتصل عليا قال لي عامل ايه ولابس كويس. قلت له ما تقلقش هشرفك. معنوياته كويسه؟ كله تمام والله يا كابتن. فرحان انه رجع شارك في مباراه زد الاخيره؟ اكيد طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، ما فيش حاجه بتفرح اللعيب غير الماتشات. نعم. طول ما الواحد رجله في الملعب بينسى اي حاجه، بينسى ضغوطات. صحيح. بينسى مشاكل. انت نزلت الملعب خلاص، انت بتعمل الحاجه اللي بتحبها. نعم. فخلاص مش هتفكر في حاجه تانية غير الملعب وان انا ابقى كويس. وهو كهربا بصراحه يعني الفتره الاخيره ماشي على كده، يعني ان شاء الله كل يوم في الجيم، مكسر الجيم يعني علينا. ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. خلينا نروح لفاصل لا استنى بلاش فاصل، اهو معانا كهربا. يا كهربا يا كابتن. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله كابتن، اول حاجه ايه؟ احنا يئسنا قلنا مش هتعمل مداخله، عمالين نكلمك من الصبح وما كنتش بترد علينا، وكنا هنخصم لك 50 جنيه بس خلاص. كنت نايم والله يا كابتن ولسه انا صح النوم. يا توت ايه توت؟ هو عارف انا والله صح اصلا كان اتفرج على الحلقه والله كابتن. صح لا صح اتفرج. عامل ايه يا توت؟ حاسبكم مع بعض. يلا خليكم مع بعض. يلا وحشنا يا دود. والله وانت كمان يا كابتن. انا والله صحيت كلمته فقلت له انت فين دلوقتي الحلقه؟ قال لي انا والله داخل اهو. قلت له خلاص ماشي. قال لي يلا بقى اطلع. قلت له ماشي. ظبط نفسك بس بيني وبينك مش عارف البدله ايه. البدله منين يا كابتن؟ عجبتك؟ حلوه. عجبك الشياكه يعني؟ لا لا متشيك ومظبط والكلام ما شاء الله. باشا البلد. باشا البلد. انا ما اعرفش هما بيقولوا ايه والقصه، بس انا عايز اسمع حوار، عايز اسمع حوارك مع كهربا. يلا. حاضر يا كابتن. طمنا عليك عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن والله الحمد لله. بقيت بتنام بدري انت؟ بنام بدري بقى خلاص في تركيز الفتره الجايه ديت. لازم نركز، لازم نركز. انا كابتن كلمت امام اول لما صحيت قلت له انت فين؟ قلت له معاك كام مليون في البنك عشان تحولها لي. كلمني يا كابتن دلوقتي. ايوه. فلقيته بيقول لي انت فين؟ قلت له في ايه؟ في حاجه حصلت؟ قال لي لا معاك كام مليون في البنك عشان تحول لي. وهو جدع ويعملها خلي بالك يعني. لا يا كابتن يعملها والله. انا عارف. قول قول على اخر حاجه جايبها. طيب قول يا كابتن الصراحه. ايوه قول. امام كل اسبوع ما بيعديش اسبوع يا كابتن غير لما يدخل على الاوضه بهديه. اخر هديه كانت ايه؟ اخر هديه بقى كان شوز اديداس كده، كان جراي كان نفسي فيه. فكنت بقول له يا سيدي الشيخ ده حلو لازم نجيب منه اتنين. راح لقيته تاني يوم على طول. بجد؟ راح. والله العظيم يا كابتن راح داخل على طول لا لا هو يلزم بقى. هو لما بيجيب حاجه اصلا لازم يعمل حسابي معاه لان هو عارف. من غير ما يقول. طب يا كابتن قول له معاك كام نضاره كده من بتوعي؟
معاك كام نضاره بتوع امام يا كهربا؟ كل النضارات بتوع امام. كل ما اجيب نضاره جديده ياخدها، كل ما اجيب نضاره جديده ياخدها. وانت تبقى فرحان. بس ايه هو عامل ايه؟ مش هقدر اتكلم. لا وبتبقى بس بتبقى عليه احسن مني بصراحه. لا والله. كهربا يعني واضح ان كان، انا فوجئت ان امام بيقول لي انه ما قابلكش غير ماتش اهلي وزمالك، وبعد كده اتصلت انت بيه لما اتعرف انه جاي النادي الاهلي، وكل الناس كانت بتؤكد انه انت السبب الرئيسي في انضمام امام لنادي الاهلي. اتفاجئت دلوقتي، بس امام بيقول انا دلوقتي بالنسبه لي كهربا ده ما اقدرش استغنى عنه، كانه اكتر من اخ واقف جنبي بيساعدني، وبيقول الصوره الحقيقيه بتاعت كهربا اللي الناس لازم تعرفها عنه. والله يا كابتن يمكن امام بعد الصوره ديت، او فعلا ان انا اصلا ما اتقابلتش مع امام خالص بره الكوره، بس انا كنت طبعا كنت بسمع عنه كتير، والناس يعني اصحابه واصحابي. فدايما حتى يمكن هو ما كانش يعني هو كان يسمع عني، بس انا كنت دايما حتى بقول لاصحابي بخلي بالكم منه، هو لعيب جميل جدا، وخلي بالكم منه بره الملعب عشان دايما مستقبل والكلام ده كله. فلما قابلته في ماتش اهلي والزمالك اول لقاء ليا انا وهو، كنا بنتكلم في حاجه بره الكوره خالص، قلت له انت لعيب جامد خلي بالك من نفسك. حاجه بره الكوره. والله العظيم بجد. فبعدها حصل له هو مشكله. فبعد الماتش ده على طول، انا الماتش ده يمكن انا كان اول ماتش ليا للزمالك بعد الايقاف فجبت جول. نعم. فبعدها حصل له مشكله، وان هو واقف ازاي بيتكلم مع كهربا والكلام ده كله، فراح جبت رقمه وراح كلمه. قلت له انا كهربا انا معاك ومش عارف ايه، انا يمكن انا بحبك على المستوى الشخصي، انت شخصيه جميله والناس كلها بتشكر فيك وكده، فانا مش عايزك تضايق نفسك والمشاكل اللي انا عديت بيها كتير، وخليك زي ما انت بس تسكت وما تتكلمش، لو احتاجتني في اي حاجه اطلع اوضحها او اطلع اتكلم فيها، ان احنا كنا بنتكلم في اي حاجه ثانيه غير الكوره قول لي وانا على طول انا معاك وفي ظهرك يعني. هو انت جميل يا كهربا. دي كانت اول بقى مكالمه بينه وبين امام. بعد كده بقى بعد كده خلاص عرفت بقى ان هو جه النادي والدنيا تمام يعني. خلينا في التفاصيل دي. فبعدها لما جه ماتش حرس الحدود اخر ماتش ده، كان هو كان اخر ماتش في الدوري وهو اول ماتش يحضره. فجبت جون، فانا كان يعني كنا بنتكلم قبلها بالماتش. فعملت حركة الاسد بتاعته، فهو بعد الماتش راح نزل الملعب كان مكسوف جدا بقى ومغضوط من الدوري. ايوه صحيح. فخدت قلت له بقول لك ايه، انت خدت معانا الدوري مش انت كده، مش انت مضيت، انت خدت معانا الدوري، انا هروح للجمهور. خدت للجمهور. قدمت للجمهور. خدت للجمهور اول لقطه ليا مع الجمهور، عشان بعد كده بقى ما كنت مخضوض وهو بياخدك للجمهور كهربا؟ ايوه طبعا. هو كان باين عليا اصلا يا كابتن. فانا نزلت الملعب فلقيت كهربا قال لي تعالى، خدني من ايديا ورحنا للجمهور ساعتها. اداك للجمهور. رحنا والجمهور حياني وانا حياتهم. كانت الامور يعني كويسه بصراحه. بعدها خلاص بقى كابتن هو بقى النجم الاول بقى عند الجمهور. لا بعدك يا كابتن. لا بعدك ما اقدرش. انا فرحان والله العظيم. بتبقى فرحان يا كهربا وامام ما شاء الله نجوميته في وقت قليل ما شاء الله بالشكل ده عند جماهير النادي الاهلي يا كهربا؟ والله يا كابتن انا يساله، انا لما اصلا بيبقى بعد الماتشات بقول له روح بقى انت للجمهور يلا اطلع على السلك وغني معاهم، انا ببقى واقف تحتيه فرحان اصلا ان هو ممكن يعني خايف يقع من الشغف ودايما في ظهره في اي حاجه، لان انا مريت بالحاجات دي كلها طبعًا. وانا عايزه والله العظيم يا كابتن يعني هو لعيب جامد جدا لعيب يعني انا مش هتكلم في لعبه خالص، انا شيل لعبه على جنب، هو لسه قدامه سنين كبيره كتير جدا يديها للنادي الاهلي والمنتخب مصر. نعم. وهو كمان يا كابتن يعني نضيف قوي من جواه وغلبان وطيب، فهو يعني الضغوطات اللي تبقى عليه دي كلها انا مش عايزه ان هو يحس ان هو لوحده. نعم. فدايما ببقى معاه في اي حاجه. لان هو يستاهل كل الخير والله يا كابتن بصراحه يعني. كهربا طمنا النهارده الكلام الغرامه والقصه، وانا سالتك في السؤال ده من كام يوم، هل الامور في طريقه للحل ان شاء الله؟ والله يا كابتن والله انا كنت نايم ساعتها لقيت الدنيا مقلوبه، بقول لهم في ايه؟ ما تنامش يا كهربا بلاش تنام. والله يا كابتن انت عنده النوم ده بيحب النوم يا كابتن بطريقه غريبه والله. اساله بينما كابتن عنده استعداد ممكن ينام يومين ورا بعض. لا بتهزر. والله يا ابني يا ابني افضل اصحي فيه ما فيش لما بنقعد في معسكر. لا ما بنقعدش مع بعض، قعدنا مع بعض اول ست شهور يا كاكا. اول ست شهور قعدنا مع بعض. وبعد كده بقى ما عرفناش نظبط الدنيا مع بعض خالص. مع كان هو مع حسين. كان انا دلوقتي مع حسين. مع حسين خلاص ما عرفنا كل الاسرار في اللقاء اللي فات. بس طمنا على الغرامه.
والله كله تمام يا كابتن. ما يعني انا فوجئت اصلا بموضوع المحضر ده للافتتاح وقت نعم. شويه وكله خير يعني كابتن، ما تقلقش والله يعني نطمن نطمن الناس ان شاء الله ان الامور لا لا كله خير وكل الامور للحل، بس انا مستغرب ان هم رفعوا الشيك يعني معلش لا شتوت انا في ظهره شوف اطلع بس من الحلقه كده شوف كابتن شبير معاه كام والله العظيم عينينا ليك يا كهرباء وحياة ربنا والله عينينا ليك انت واد جدع وجميل وابن بلد ولذيذ. عايز تقول ايه الكهرباء يا ايمان؟ لا طبعا ما مشكورك من هنا اللي فين طبعا مش هديك حقك، اتمنى لك كل التوفيق طبعا الفتره الجايه وربنا يكرمك ان شاء الله في حياتك بره الملعب وجوه الملعب، ان شاء الله تشوف لنا عروسه بقى عشان خلاص انا يوم الاثنين ده مش راضي يجي مش عارف ليه كل اسبوع يوم الاثنين يا كابتن، كل اسبوع يوم الاثنين اروح اجيب البدله واسيبها. اثنين هيخطب يعني؟ الاثنين هتجوز هتجوز الاثنين الجاي. يوم ده بقاله ثلاث سنين بيقول كده بالظبط يا كابتن. الفرقه كلها كابتن تروح تشتري بدل بجد يوم الاحد يعني بيقول لكم انا هتجوز؟ بيقول لنا والله يا كابتن بيعزمكم. والله بتهزر بتتكلم يوم الاثنين في الحته الفلانيه كمان والمكان والله يا كابتن. نيجي لحد يا كهربا فين؟ كهربا لا يا جماعه انا اجلت. طب الاثنين هيجي امتى يا كهربا؟ خليها الثلاث يا خليها الحق يا عم خليها لحد يا عم كهربا. خليها يا كابتن والله نفسي اتجوز والله يا كابتن. اللعبه كلها اصلا كل يوم والله يا كابتن نفسنا يا كابتن نتجوز والله يا كابتن. طبعا بس لسه ناقص الغساله والتكييف يا عم انت اتجوز مالكش دعوه باي حاجه احنا هنلملك انا يا عم عليا الغساله وامام عن التكييف يا عم هنلملك بس اتجوز خد الخطوه بس خد الخطوه ربنا خد الخطوه بس ربنا يكرمك يا كهربا. وعايز تقول ايه لامام؟ لا انا عايز اقول له ما شاء الله يعني الحلقه تحفه بصراحه وجميله جدا وتعلم مني دلوقتي الكلام خلاص بقى عاقل اهو شايفه عمال يتكلم والثقافه عالت ما شاء الله. وعايز اقول له يعني كمل على كده وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تبقى اسطوره كبيره قوي في النادي الاهلي وتخبط له باذن الله السنه اللي جايه ان شاء الله عشان هو يتسهل كده. بشكرك يا كهربا شكرا جزيلا وبتمنى لك يا رب كل توفيق وكل نجاح.